نحن الآن في جبهة الصلو إلى الجنوب الشرق من مدينة تعز، تحديدا في قرية الصيرتين التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. تتواجد في قرية الصيار المقابلة لقرية الصيرتين، وتحاول منذ أيام عبر هجمات مكثفة وقصف مدفعي مكثف التقدم والسيطرة على هذه المنطقة، لكنها حتى الآن فشلت في إحراز أي تقدم بسبب الصمود الكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المتواجد في هذه المنطقة والمتمثل في اللواء 35 مدرع وميليشيات الحوثي والمخلوع. تتواجد في قرية الصيار المقابلة لقرية الصيرتين وتحاول التقدم، لكنها فشلت حتى الآن في إحراز أي تقدم، وتعمل على قصف القرى السكنية المحيطة بهذه المنطقة في محاولة منها لتعويض خسائرها الميدانية بالهجمات على منازل ومساكن المواطنين. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية الصلو تعز.